تابعته من لما كان واقف معاه في الشركه لحد ما راح المكان الغريب ده، لحد ما اخذ البشام الديلر، لحد ما بلبعه كله في الحمام، لحد ما دخلت عيلتهم سوره. بعدين افهم بعدين ايه؟ عملت زي ما انت قلت لي، شلته هيله بيه انا والجردات، رحت بيه القهر مستشفى، وهناك كشفوا عليه وقالوا لي عنده اوفر دوز من الحبوب المخدره، بس الحمد لله لحقوه عملوه غسيل معده. حبوب مخدره؟ ده ربنا ستر، ده قالوا لي لو كنت اتاخرت شويه كان ممكن لا قدر الله يعني يروح فيها. وطبعا كانوا عايزين يعملوا محضر وقلق، بس انا زهقتهم وسنته واتسحبنا بشويش لغايه ما خرجنا وجينا هنا زي ما انت قلت لي. صرفت صح يا فهمي، الشوشره في الوقت ده مش مطلوبه خالص. ما هو ده بالظبط اللي فكرت فيه. وبعدين هو كان فايق، يعني كان نص فايق، يعني هو كان زي دلوقتي كده. ربنا يستر. المهم دلوقتي مسك. هو انت هتقول لها؟ طبعا يا فهمي لازم اقول لها، موضوع زي ده ما ينفعش يستخبى عليها. مدام مسك، على فكرة أنا ماليش دعوة بكل اللي بيحصل. عارفة، وأنا عمري فكرت أذيكي على فكرة، بس للأسف بقى أنتي اتحطيتي في مكان كان لازم ينولك من حب جانب. مش فاهم. مش مهم، المهم إنك لازم تعرفي إني عمري ما فكرت أذيكي. بس أنا اتأذيت أهو، جوزي مسجون في جريمة ما عملهاش. يا سلام، واثقة فيه قوي كده؟ أيوه، عشت سنين عارفة ومتأكدة إنه مستحيل يقتل حد. والله لو ما عملهاش هيخرج منها، وأصل أنا كمان ماليش علاقة بالجريمة دي، لا من قريب ولا من بعيد. لو ده اللي جاية بتحاولي تعرفيه مني. إزاي بقى؟ ظهور يوسف في حياتي فجأة كان مترتب يا مدام مسك، وحتى لو ما كانش مترتب فظهوره في الحفلة عندك وخناقته مع حازم كانوا مترتبين. ما تتعبيش دماغك كتير في التفكير يا مدام سوزان، يوسف خلاص راح للي خلقه. لو عندك أي حاجة تقدري تساعدي بيها حازم اعملي كده، ما تتأخريش. للأسف ما عنديش أي معلومة، كلها شكوك. خلاص يبقى سيبيني أنا بقى أحاول أساعده باللي أقدر عليه. بجد؟ هتساعدي بجد؟ ثانية واحدة. أيوة علي، في حاجة ولا إيه؟ أيوة مسك، فيه رامز. ماله رامز؟ مفيش، هو تعبان شوية. تعبان ماله يعني؟ مسك ما تقلقيش، أنا وفهمي عندك في البيت وهو يعني بقى كويس. لا ثانية واحدة، مش فاهمة، أنت وفهمي عندي في البيت بتعملوا إيه؟ ماله رامز يا علي؟ تعالي أنت بس وأنا هفهمك على كل حاجة، بس أرجوكي ما تقلقيش. ما قلقش، حاضر يعني مش هقلق. خليك أنت بس موجود، ما تمشيش. ها باي. هو رامز ده أخوكي؟ آه، معلش أنا لازم أمشي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.